كان كغيره من الشباب يحمل أحلاماً كبيرة لبلده سوريا التي أحب، وكانت يده معطاءة أثناء الدراسة تحرث الأرض وتزرعها، وهي لا تبخل عليه وتجود بثمارها وزرعها. أنهى أحمد دراسة الميكانيك بعد قصة كفاح شاركته فيها آماله العريضة وارتسمت على شفتيه خطوط الحياة التي اصطدمت بعنف النظام وقتله للشعب السوري المطالب بالحرية والحياة الكريمة. أجيت محبط، ما يعني ما فيش هدف، ما يعني واحد طالع من بيته من بلده يعني مش مجربها قبل مرة، أو ما شفت ناس إنه قدامي طلعت، ففكر حالي كنت جاي يعني مش عارف وين رايح أساسا. يوم جيت شفتك يعني إنه في ناس، في الجيران، كل اللي بعرفهم سوريا تقريبا لقيتهم هون قدامي، وشفت العالم يعني عم بتساعدنا. يعني فراغ طويل يقضيه أحمد دفعه للعمل على بدء تأثيث مسكنه المؤقت في المخيم، مستخدماً بقايا المواد الخشبية المتراكمة على أطراف مخيم الزعتري. دبرت منشارة عنده واحد من الجيران جايبها من سوريا، لأنه هون ما كان في إشي. نشرت فيه، زبطت، قمت هون شوية مسامير وكرسي، فالعيلة عندي كيفوا عليه إنه صحرا كرسي صار فيه مريح. يوم شفت الإقبال هذا على الشيء هذا من الجيران، فحاولت إني هيك يعني أعمل لجاري الثاني كرسي واللي وراه كرسي. والله ما بعرف فيك، تعلمت إرادة. بعد أن امتهن أحمد حرفة النجارة حتى أتقنها، بات أحد مقاصد الراغبين بعمل أثاث خشبي لسكنهم، حيث تميز عمله بالإتقان والدقة. جيت لهون أنه أنا بدي أتزوج وحبيت أعمل غرفة نوم. دورت هون بالسوق على محلات لشغلة هاي، لقيت هون منجرة الزعتري أرخاص، أسعار رخيصة، وأنه الأثاث تبعها متقن يعني وصنع ماهر. تعلم أحمد حرفة جديدة عن طريق تكرير الخشب الملقى في المخيم وبزمن يعد قياسي، بينما يطمح أن يعود إلى وطنه الذي هجر منه والمساعدة في بنائه وزخرفة جدرانه. شباب سوريون اضطرتهم ظروف اللجوء لتعلم حرفة جديدة لكي يستطيعوا تحمل مشقة الحياة في مخيم الزعتري. رانيا حمور، أورينت نيوز، مخيم الزعتري.